معنا اليوم الاستاذ محمد عبد الجابر، طبعا من شباب الثوره المعروف واسد الميدان زي ما بيقولوا. هنفتح معاه حوار جريء جدا. علمنا استاذ محمد عبد الجابر انك انضممت الى الحزب اللي اسمه حزب ايه؟ الثوره المصريه. ممكن بقى حضرتك تقول لي بس ايه الحزب وخلفيه عنه وازاي الثوره المصريه؟ هو مؤسسه طارق زيدان، ومعانا منه من الثوار احمد السكري، محمد ماهر، محمد نجيب، محمد السعيد، وشمس الدين علوي، واحمد الحلواني، وناس كتير قوي من بعض الائتلافات كتير قوي. وانا محمد عبد الجابر منسق عام تحالف ثوار مصر، ومعظم تحالف ثوار مصر موجوده فيه، وفي ناس من مجلس الامناء واتحاد شباب الثوره وائتلاف مصر الحره. كل ده هو تكوين حزب الثوره المصريه، اللي هو يعني انا واحد يعني اللجنه العليا للحزب، انا منها يعني. وكنا دوين التجربه اللي هننزل انتخابات، والحزب كله كان ورايا وانا هنزل انتخابات مجلس الشعب وعن حتتي وعن منطقتي. بس الواحد فوجئ يعني زعلان، يعني انا زعلان. يعني ايه اللي زعلك وعرفت ان انت كنت هتنزل مجلس الشعب كده انسحبت قلت مش هتنزل؟ لا انا رفضت، يعني فوجئ لان كل اعضاء مجلس الشعب اللي نجحوا وصوروا موجودين بيقدموا ونازلين على القوائم ونازلين في مستقلين. ازاي يعني؟ عايز اعرف ازاي الناس دي، يعني ازاي دي الناس دي يعني ليها عين بعد ما افسدت الحاله السياسيه في البلد 30 سنه تنزل انتخابات؟ الناس دي ازورت انتخابات، افسدت في هذه البلد، جابت سرطان، جابت مرض، وبعدين نزلوا انتخابات. فين قانون العدل للناس دي يا جماعه؟ مش خوف منهم؟ والله اقسم بالله انا لو نزل انا ناجح، وعارف انا ناجح، اقسم بالله انا الحمد لله محبوب في منطقتي كويس جدا جدا، والناس عايزيني جدا جدا، ومعظم الثوار واقفه في ظهري، واقفه معايا، واقفه مسنداني بكل قوتي، عايزين اسد الميدان. انا محمد جابر جيت انا جاب القناصه يوم ما وقعت الجبل لوحده بدون سلاح، كنت ممكن اكون شهيد، كنت اكون مت في هذا اليوم. فكنا عايزين ننزل عشان البلد دي، عايزين نصلح في البلد دي، نصلح التعليم، ونصلح الصناعه، ونصلح كل حاجه كويسه في البلد دي. بس يعني فوقنا بقى ان هنحارب، هنبقى كذابين وهنبقى منفقين عشان نخش مجال السياسه. احنا ثوار مش سياسيين، فلما دخلنا مجال السياسه بقى مع الناس دي لازم نكتب ونوافق عشان تمشي الامور. فانا ارفض حاجه زي دي. طيب دخولك يعني انت ما زلت عضو في الحزب؟ عضو في حزب الثوره، مشرفني انا عضو في حزب الثوره المصريه، ومن لجنه منظمه هذا الحزب، والحزب كله ثوار وناس محترمين. كان طارق زيدان ولا احمد السكري ولا معظم الناس كلها، ولا شمس الدين علوي ولا رانيا، ولا ناس كتير جدا معانا، محمد عبد المنصف معانا في الحزب، دكتور حمد، ناس كتير قوي معانا في الحزب، من كلهم من الثوار، من بعض الائتلافات اللي موجوده كلها في الاحزاب الموجوده كلها كانت موجوده في الميدان. منها اتحاد ثوره مصر، منها من ائتلاف تحالف ثوار مصر، ائتلاف مصر الحره، ومنها مجلس الامناء ومستقلين. في ناس كتير قوي يعني في الحزب، يعني متجمعين. يعني يقال ان الحزب ده تسللوا عناصر من فلول الحزب الوطني بوجه جديد. اقسم بالله انا ما اعرف هذا، ولو حصل هذا انا هتبرر من الحزب ومش هنزل على قائمه الحزب وهنسحب من الحزب. يعني انا طبعا انا لسه الكلام ده هستوثق منه، شبكه القناه هستوثق منه، ولكن علمت اسماء معينه كانت في الحزب الوطني تسللت الى هذا الحزب. ما هو من الاسماء؟ قول لي. انا هتاكد منها وهعمل الاسماء التي تسللت لحزب الثوره المصريه من الحزب الوطني. ما فيش حد تسلل لحزب الوطني. حزب الثوره المصريه حزب يرقصه الدكتور طارق زيدان، ده من الثوار الحقيقيين، وكان موجود معانا في الميدان، والناس كلها تعرف من طارق زيدان اللي كان موجود، والناس كلها تعرف من محمد عبد الجابر، الناس كلها تعرف من احمد ماهر، من احمد نجيب، من اتحاد شباب الثوره، محمد سعيد، وتامر القاضي، الناس كلهم من الثوار الحقيقيين في الميدان. ايه حزب الثوره المصريه بقى فين؟ هات لي الفلول عشان انا اروح اطبعهم على باب الحزب. طب احنا عامه دي ممكن تبقى اشاعات عشان افساد الحزب، ولكن عندما نعرف اسماء سوف نوافيك بها ان شاء الله. ان شاء الله تحت امرك يا استاذ محمد. العفو الزحي.